السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة أعضاء وزوار موقع الوحدات نت، يسرنا اليوم أن نلتقي مع المدير الفني لنادي الوحدات الكابتن محمد عمر، وذلك من أجل حديث وتصريح منه حول الكثير من الأمور التي تم الحديث فيها في الأسابيع الأخيرة عن وضع فريق كرة القدم وعن أداء الفريق وعن الأمور الجدلية الكثيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة. السلام عليكم كابتن، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا سيد. اول شيء كابتن، احنا يعني بنرحب فيك، وانت دائما يعني مشرفنا، واحنا بنتشرف ان انت بتعطينا هذا الوقت من وقتك عشان نعمل هذه المقابلات معك. الشرف لي، ويعني حاجه مش كثيره على جماهير نادي الوحدات وحبايبي. يعني انا بدي ابلش من النقطه اللي قبل الجدل وقبل الحديث عن الجدل والاداء الفني وكذا، راح ابلش على نقطه الساعه حديث اليوم، اللي هو الموضوع اللي يتعلق بالكابتن محمود شلباية، وخاصة والعرض اللي جايين من نادي الشعلة، وهو حسب ما الكل بيعرف يقدر يفسخ عقده ويسافر ويلعب مع نادي الشعلة، خاصة أن المهاجم اللي تم استقطابه كمان أحمد بلال تعرض لإصابة. فشو الموقف لو محمود شلباية ترك الفريق الآن؟ والله الموقف الحقيقة متأزم جداً، في ظل احنا كنا محتاجين مهاجم مع محمود شلباية. مهاجم أصيب كما تفضلت حضرتك وقلت أحمد بلال، وهيرحل محمود شلباية كمان. الحقيقة أصبح ما عنديش خيارات، يعني خاصة التوقيت صعب جدا مع قرب انتهاء البطولة، يعني وتوقيت حساس جدا، وهنا احنا بنتكلم على مهاجم له تقله في الملعب، مهاجم مخضرم، مهاجم هداف، يعني بعتمد عليه بشكل كبير جدا ومصدر ثقه بالنسبه لي انا كمدرب ولزملائه في الملعب. هداف التاريخي نادي الوحدات. كل الصفات المتميزه الحقيقه في محمود، وبالتالي خسارته كبيره جدا، ويؤسفني ان انا اقول ممكن تاثيرها يبقى سلبي جدا على الفريق في المرحله اللي جايه، وده اللي انا ما بتمنهوش ان شاء الله. لكن احنا بنتكلم على كوره، نتكلم على مقومات فريق وعناصر مهمة في الفريق، بنفقدها لاعب تلو الآخر. أعتقد ده شيء محزن ومؤسف بالنسبة لي، يعني أتمنى ننهي الدوري على خير يعني، لكن تأثيره سلبي بدون شك. تحدثت أنت مع محمود؟ تحدثت معاه امبارح أول ما عرفت الموضوع، وكان له وجهة نظر الحقيقة وأنا بحترمها يعني، لكن في النهاية أنا مش عايز ألومه، يعني هو في النهاية قال لي دي رزقة ولادي، ويمكن تطرق شوية يعني وأباح لي شوية وفتح لي صدره، يعني إنه مضغوط من الموسم اللي فات وهذا الموسم حتى، يعني في عدم تقدير بالنسبة له، أربع أشهر مبلغ كبير يعني، وغير كده إنه حتى يعني الحقيقة تعبان نفسيا إن ما حدش يتفاهم معاه للموسم القادم، وشايف زملاته بيوقعوا واحد ورا الثاني، فالحقيقة كان مضغوط جدا يعني. حاولت يعني معاه قدر الامكان، لكن هو كان مصمم، وانا برضو مش عايز الومه في النهايه، لكن انا في علامه استفهام موجوده هنا بتقول ازاي يعني لاعب مهم زي محمود يبقى حر نفسه ويفسخ عقده من تلقاء نفسه بدون قيد او شرط. الحقيقه دي يعني حاجه انا مش مصدقها. كابتن محمد عمر، يعني موضوع المهاجم، احنا قبل 50 يوم عملنا معك مقابله، 50 يوم تقريبا، انت حكيت لنا انك انت طالب اداره نادي الوحدات لتعزيز بمهاجم ولاعب وسط مدافع. طبعا انت لم توفق في التعزيز بوسط مدافع، والمهاجم اللي قصه كبيره وجدل كبير، انا حاب اسمع القصه هاي منك، قصه المهاجم الصريح اللي انت طلبته، كيف شو طلبت انت، ليش وصلنا هيك، ليش صار معنا هيك؟ يعني انا وجهه نظري وصلنا لهذا الوضع، يعني ان كان في الى حد ما بطء شويه في التعاقد مع المهاجمين. يمكن انا بالمناسبه يعني احمد بلال ما كانش ضمن خياراتي على الاطلاق ولا مطروح من الاسماء اللي انا كنت اطرحها، يعني كان بدايه في لاعب نادي الزمالك السابق ونادي الاتحاد الاسكندريه حاليا محمد المرسي، ده في كل الصفات اللي انا طالبها في المهاجم، الطول والمهارة واللاعب صندوق إيجاد الضربات الرأس، يعني لاعب متميز بكل المعايير والمقاييس. يعني اتكلمنا معاه
وفي النهاية الموضوع طول شوية فالولد اعتذر يعني. فكان خياري الثاني لاعب اسمه رامي ربيع، كان لاعب في النادي الأهلي 190 سنتي اللاعب هو، والمرسي نفس الطول تقريبا ونفس المواصفات. المرسي هو اللي اعتذر، من وقت ما غردناش عليه. فالولد عنده عروض كتيرة يعني. رامي ربيع ده كان خيار الثاني في نفس المواصفات، وكان لاعب النادي الأهلي السابق ونادي الاتحاد السكندري حاليا، ويمكن مدير الفريق اتكلم معاه اللي هو أبو ناصر، واتفقوا معاه على كل شيء، وقدمنا للإدارة. والجلسة اللي تم فيها الاتصال بأحمد دلال هي نفس الجلسة اللي كان داخل زياد شلباية هيتكلم على رامي ربيع. بالضبط. طب كابتن، يعني كان في مواصفات معينة تحطها في الهجم من ليش؟ أنا قلتها مواصفات، قلتها اللي هي إنه يكون مثلاً أنا قلتها في البداية، رأس حرب صريح، لاعب صندوق، هداف طويل، بيلعب براسه كويس وهكذا يعني. طب اللي صار يعني أنت طلبت رامي ربيع، كيف بعدين الأمور تحولت أحمد بلال؟ يعني أنا سألني زياد شلباية، قال لي أحمد بلال يلزمك في نفس الجلسة؟ في نفس الجلسة اتصل بيا، فقلت له انا معلوماتي ان احمد بلال وقع للجزيره، ان كانت الجرايد كلها كاتبه ان احمد بلال وقع للجزيره. قال لي لا، ما وقعش للجزيره. قلت له احمد بلال لاعب كبير، اتمنى ان يكون موجود معي، لان انا هنا بتكلم على نجم في كل المواصفات، عكس لو لاعب انا ما اعرفوش لازم يخضع لاختبار يعني. فقلت له خلاص، لو قدرت تتفق مع احمد بلال نتوكل على الله، لان لاعب اسم كبير قوي يعني، ما غني عن التعريف. وانتهى الموضوع على كده، وجي احمد بلال. ادي قصه احمد بلال باختصار. لكن لحد وقت ما جه احمد بلال هنا انا لا اعرف مين احمد بلال، ولا عمري اتكلمت معاه، ولا عمري اتحدثت معاه على الاطلاق يعني. لكن اعرف احمد بلال اللي بيلعب في الدوري المصري. يعني اصرارك عليه لما اجى يعني لقيمه احمد بلال كلاعب مشهور يعني. طبعا طبعا طبعا. ولما جه يمكن زي ما شفنا حصل قيل والقال ومش عارف ايه، لكن في النهايه وقع احمد بلال. طب كابتن، يعني سؤال على نفس النقطه، هل انه مثلا احمد بلال كلاعب يعني شاهدناه ونعرفه جميعا يعني في مصر، وكان له قيمه ومشهور، وصل لدرجه كبيره من مستوى، ولعب ومثل المنتخب المصري، ويعني على مستوى افريقيا كلاعب كان من افضل 10 في افريقيا، هل انه حاليا يعني بغض النظر ممكن في خلال فتره معينه يتغير مستوى اللاعب؟ هل انت يعني اعتمدته بناء على تاريخه وعلى سمعته وقيمته، ولا ام على تجربته الفنيه حقيقيه او على مستوى الفني؟ خاصه ان انا يعني شخصيا يعني شاهدت الموافقه منك، انه تجربتنا انا وافق على تنسيب احمد بلال يلعب في صفوف الوحدات كمهاجم، حكما كان على تاريخه ام على تجربتك انت فنيه خلال قدومه الى عمان؟ مش فاهم معنى التجربه الفنيه يعني. هو يعني يقصد، انا اللي فهمته من سؤال الاخ دياب، انه يقصد هل انت يعني لما بعد ما اجى احمد بلال على الاردن نسبت انت بالتعاقد معه بعد تجربه له، او انه لاعب كبير وبدوش تجربه يعني لازم تتعاقد معه؟ يعني وجدت له قيمة فنية أما فقط إنه على تاريخه؟ بس أنت لما بتتكلم على تاريخ، تاريخ ما بيتغيرش، بتتكلم على إمكانيات لاعب وموهبة، دي ما بتتغيرش. اللي بتغير الجزء البدني، جاهز بدنيا ولا لأ. لكن هو لاعب هداف خلاص معروف، لاعب كويس، مهارة، لا في كل المواصفات دي مش هتتغير. يعني كان عاوز الموهبة ما بتتغيرش، كان عاوز تحضير بدني يعني. تحضير البدن، وده امر طبيعي جدا. حتى اي لاعب بيجي بقى له فتره ما بيلعبش لازم يعني محتاج جزء بدني، محتاج حته انسجام مع اللاعبين وهكذا. ما هو المشكله يعني الوقت غير مناسب. ما هو مين اللي وصلنا للوقت غير المناسب؟